الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى واعتدى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر أحدا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه ويقتفي سبيله حتى ينال من خير الدارين سؤله وأمله، فإنما نحن بالله وله. أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، نناقش في خطبة هذا اليوم موضوعا من الأهمية بمكان، لأنه يعالج قضية من قضايا الأسرة، يعالج قضية من قضايا الأسرة، وما أكثر القضايا التي تتعلق بالأسرة، ووجب علينا أن نهتم بهذه القضايا لأنها لها الأولوية على غيرها من القضايا الأخرى، وكل قضية من القضايا لها أهميتها، لكن هناك أولويات. هذه القضية هي الإفراط في استعمال الهاتف، أي التليفون كما نقول، الهاتف داخل البيوت. وهذه القضية أحدثت في بيوت
أزمات وأحدثت توترات وأحدثت انشقاقات داخل الأسرة. لا نناقش هذا الموضوع اعتباطا أو هكذا اخترناه بطريقة عشوائية أبدا، وإنما حدث ما حدث في كثير من البيوت بسبب هذا الهاتف، هذا الجهاز. هذا الجهاز طبعا له أهميته، له فوائده، له مزاياه، له حسناته، لا ننكر هذا. هو من وسائل الاتصال، الهاتف هو من وسائل الاتصال، لا يستطيع الإنسان أن يستغني عنه حتى ولو كان يسكن في قرى نائية وبين الجبال، فهو يحتاج إلى هذه الوسيلة ليتصل بأهله وأصدقائه وأقاربه. ويستطيع الإنسان أن يصل رحمه إذا لم يتمكن أن يذهب بقدميه لزيارة بعض الأسرة أو بعض أفراد الأسرة أو الأهل، فيمكنه أن يصل الرحم عن طريق هذه الوسيلة، أن يتصل ويكلم الأهل أو الأصدقاء أو من له صلة بهم ويصل رحمه معهم ولو عن طريق الهاتف. وهناك أمور أخرى، فوائد كثيرة تعلمونها لا داعي لذكرها، فالناس يعلمون الفوائد والحسنات التي ننتجها من هذا الهاتف وتتحقق لنا في حياتنا. لكن هناك أيضا مساوئ، هناك مساوئ وهناك سيئات. تليفون ما فيهش غير الفوائد، فيه الفوائد وفيه المزايا وفيه كذلك الأشياء التي لا تليق وخصوصا بالمسلم. من هذه القضايا الانشغال بالهاتف داخل البيت، هذه النقطة اللي بغينا نناقشها ونحاول إن شاء الله نستفدوا من هذا الكلام ونحاول ما أمكن أن نخرج من هذه المشكلة. راه الإنسان يقدر يسيطر على نفسه، يقدر الإنسان اللي بغى يسيطر على نفسه يسيطر على نفسه واحد الوقت ديال الهاتف معين استعمله، لكن أن تستعمله بإفراط ساعات طوال وأنت تنظر إلى الهاتف، أنت في اليوتيوب، أنت مع الواتساب، أنت مع الرسائل اللي كتجي، أنت مع كذا وأنت مع كذا. والمرأة كذلك هي نفسها تقع في هذا المحظور. لكن عندما يكون الزوج منشغلا بالهاتف لهذه الساعات الطوال وليس هناك حوار داخل البيت، الكل ينظر إلى الهاتف، كتلقى خمسة ديال الأفراد ديال الأسرة، الأم منشغلة بهاتفها والأب منشغل بهاتفه والأبناء كذلك، كل واحد قبض التليفون دياله. كانوا زمان الناس يقبضوا المصحف، كل واحد قبض مصحف وتيقرأ ولا قبض كتاب، المرأة كترز ولا كتخيط والراجل يرقع صباطه ولا كيرقع سروال ولا اش كيدير، دابا ما بقاش هذا الشيء، ولا كيدير شي حاجة فيها الفائدة، والأولاد كذلك هذا يراجع الدروس دياله وهذا كذا. وكان الناس يجتمعون، كان بعض الناس يقول لك واه عشنا تمرة وعشنا واحد الواقع مزري، ما كانش عندنا الكهرباء وما كانش عندنا الغاز وما كانش عندنا الماء في الروبيني، كنا كنسقيو من البير وكنا كنشعلوا النار بالحطب وبالكشوضن وبالفخر وكذا، كانت تمرة ولكن كانت واحد الفوائد. كان الناس قديما يجتمعون على ما يسمى بالمجمر، كيقولوا النفخ من المجمر، كيديروا الفخر وكيشعلوا النار وكيجلسوا يسخنوا، وتجلس الأم والأب والأبناء ينظر بعضهم إلى بعض، ويكون هناك حوار بين أفراد الأسرة، كيتكلموا مع بعضياتهم، شي تيشوف شي وشي كيتكلم مع شي وشي كيتصنت لشي. الآن هذا الشيء غاب طبعا، ما بقاش هذا المشكل ديال أجي تسخن مع، عندنا السنترال وعندنا الإيركو وعندنا أشياء كثيرة، هذه من نعم الله، أنا ما غاديش نكرو هذا الشيء كله، الحمد لله مزيان، سهلت الأمور، سهلت الحياة، واحد العدد ديال الأمور ولات سهلة عند الناس، وخصوصا في المدن وفي الأماكن اللي فيها الحضارة. ولكن كاين مشكلة، المرأة تتكلم مع زوجها تطيل الكلام معه ولا يستمع إليها، مع من مشغول مع التليفون، فين كان مع اليوتيوب،
او كيشوف شي لقطات ديال الكره ولا شي مباراه ديال الكره ولا شي مسلسل عبر الا ما كاينش كيشوف شي حاجه اخرى عبر الهاتف وهي تكلمه ولا يجيبها. ويكون العكس ايضا باش ما نقولوش غير الرجال هما اللي كيديروا هذا الشيء، قد يكون العكس تنشغل المراه بهاتفها وتنظر الى ما تنظر اليه عبر هذا الهاتف ويكلمها زوجها ولا تجيبه. حتى من بعد يقول له شنو قلتي ولا يقول لها شنو كنتي كتقولي، لا يستمع اليها. وكذلك الابناء، ابناء يتكلم مع الاب ديالو منشغل تماما. وبعض الناس عندهم ادمان، ما تنتكلمش على بعض اللحظات، هناك من له ادمان على الهاتف، ادمان يعني مبلي، يعني عنده ادمان معناه انه لا يستطيع ان يبتعد عن الهاتف ساعات طوال وهو مع التليفون. عندما تكون لوحدك ممكن، وخا الانسان ما خصوش كاع يضيع الوقت اكثر من القياس، راه كاين المصحف، مصحف تشوف فيه عباده. المصحف عندما تنظر في المصحف، ذاك النظر في المصحف راه عباده. وعندما تقرا الايات الوحي الالهي القران الكريم، يعطيك الله تعالى بكل حرف 10 حسنات. واذا لم تقرا القران اقرا كتابا مفيدا. كاين كتب ديال الحديث، كاين كتب ديال الفقه، كاين كتب ديال العبادات، كاين كتب السيره النبويه، كاين كتب التاريخ، الثقافه العامه، حتى الثقافه العامه قراها ما كاين مشكل. قرا للادباء وقرا للمفكرين وقرا حتى للغربيين. قرا اغاثا كريستي وقرا جان جاك روسو وقرا، تريد ان تكون لك ثقافه واسعه ما كاين مشكل. لكن الاهميه والاولويه لكتاب الله، للقران الكريم وللعلوم الشرعيه التي نستفيد منها وتعيننا في تعبدنا وفي عبادتنا لله سبحانه وتعالى. والهاتف كذلك يقوم بهذا الدور. تتسمع القران، كتشوف دروس، كتشوف محاضرات، كتشوف برامج علميه في مجال التغذيه وفي مجال اخرى، كتستفد ما كاين مشكل. لكن ماشي على حساب الاهل. ليس على حساب زوجتك، عندما تكلمك يجب ان تستمع اليها. وهذا الادب ديال الحوار فقدناه في بيوتنا. هي تكلمه وهو غايب، ما هوش في هذا العالم، وهو يكلمها وهي غايبه ماشي في هذا العالم، هي مع المسلسل ربما ولا مع هذا، وهو كذلك في عالم اخر، وليس هناك حوار داخل البيوت. ومن الادب الذي ينبغي على المسلم ان يلتزمه داخل البيت، اذا كلم احد الزوجين الاخر فيجب ان يستمع اليه وان ينظر اليه. شيخ ترى تتكلم مع شي واحد هكذا، هو انت تتكلم معه، هو تيشوف العالم اخر كاع مسوق لك. ولا انت تتكلم معه وكيشوف في التليفون. تتكلم معه وكي ديك الساعه احبس ستوب، قل له انظر الي واستمع، لان هذا ادب. ومن باب اولى ان يكون هذا داخل البيت. وهذا سبب واحد العدد ديال المشاكل داخل البيوت. هذه المشكله اللي كنتكلموا عليها اليوم ادت الى الشقاق. وتعلمون الشقاق في الحياه الزوجيه فين كيدي؟ في أدي. قد يوصل الى الطلاق، وقد يوصل الى ان تتوتر العلاقه بين الزوجين، ويصل الامر الى العنف في بعض الاحيان، العنف اللفظي، لا اتكلم عن العنف الجسدي، العنف اللفظي. ولذا وجب على كل من ابتلي بهذه المصيبه، هذه الكارثه، ان يراجع نفسه. تستطيع ان تتغلب على هذا الجهاز الذي يشغلك والذي اصبحت مدمنا عليه، تستطيع ان تتغلب عليه باذن الله عز وجل. اكثر من ذكر الله واكثر من الاستغفار، وقرا القران، خذ المصحف وقرا، وغيب وتعمد انك تغيب عن الهاتف لبعض اللحظات. انا لا اتكلم عن من ينظر الى الهاتف او يستمع للهاتف. الذين لهم ادمان، انا كنركز على نقطه هنا هي الادمان. اما راه كلنا غادي نشوفوا الهاتف وغادي نقراوا بعض الامور، نشوفوا اليوتيوب ونشوفوا امور، لكن الادمان هو المشكله، هو ان الانسان يولي من يدخل الدار شغله الشاغل هو الهاتف. واش اخترا هذيك المراه غارقه في بزاف ديال الاعمال المنزليه وهو كيشوف مسائل تافهه. سمحوا لي نقول له سير غسل الكيسان، غسل القشوع كما يقولوا الاخوان هنا، غسل الاواني، أعين تلك المرأة على أعمال البيت، دير نظم شي حاجة في البيت، دير شي عمل. إذا لم تستطيع أن تجلس هكذا دون أن تحمل الهاتف في يدك، تحرك، هذاك عندك بعدا فيه أجر.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لابد أن نراجع أنفسنا في هذه القضية. اللي عنده إدمان، وأنصح بها نفسي أيضا، ولست في غنى عن هذه النصيحة، أنا أحتاج إليها أكثر منكم أيها المؤمنون والمؤمنات، فلا بد الإنسان أنه يحاول يراجع هذا الأمر. هذه قضية، راه مشكلة، هذا راه مرض. قل بهذ العبارة، هذا راه مرض. اللي شفينا راسه أنه ما تيقدرش يبعد من التليفون، وأنه النهار كله مركز مع التليفون، وخصوصا عندما يكون في البيت، كن على يقين أنك عندك مرض. وهذا المرض ما غاديش يعالجه الطبيب النفساني ولا الطبيب ديال الدار ولا الطبيب ديال كذا، انت تعالج بيدك. استطيع انا وانت ان نعالج هذه المشكله بانفسنا، نحتاج الى الطبيب. طبيب النفسي اش غادي يقول لك؟ غادي يقول لك التاول كما كنقولوا دابا حنا. حاول شغل نفسك بالقران، شغل نفسك بالكتابه، شغل نفسك بالتفكير في ملكوت الله، تفكر في ملكوت الله، شغل نفسك بالاستغفار، شغل نفسك باعمال البيت. تحرك شويه داخل البيت، تحط التليفون ونوض، دخل الكوزينه دير شي حاجه انت وسلو ونظف وقاد الامور، واعن تلك المراه او تلك الزوجه على قضاء مارب البيت. وهي كذلك راه ممكن الانسان يتغلب على هذه المشكله اذا اراد، اذا كانت عنده العزيمه يتغلب عليها، لان هذه من القضايا الجديده اللي ولي غنتكلموا عليها. راه زمان ما كانش هذا الشيء، هذا الهاتف النقال ما كانش واحد الوقت، كان تيشريو غير الاغنياء رجال الاعمال، وكان عند العسكر، عند الثكنات العسكريه كانت الاتصالات اللاسلكيه، وكان باهظ الثمن، لا يستطيع الانسان العادي ان يقتني هذا الهاتف. انا نعقل على واحد الباترون كنت خدمت معاه انه 5 مليون باش شرى الهاتف ديال السياره لاسلكي، 5 مليون. دابا ولا كيسوى 10 ديال الاورو تشري تليفون ديال الاتصال. الحمد لله، جميل جدا، يسر الله تعالى هذه الوسيله، نستفدوا منها وناخذوا الايجابيات ديالها ونترك السلبيات، ومن السلبيات ما نتكلم عنه. ولهذا اختم الخطبه الاولى واقول نستطيع ويستطيع كل مدمن، لا على التدخين ولا على المخدرات ولا اي حاجه من البليات اللي كيتبلوا بها الناس، ولا على الفساد ولا على المنكرات، يستطيع الانسان اذا اراد ان ينضبط، ان ينضبط، أن يسأل الله تعالى أن يعينه على ذلك، وأن يكثر من ذكر الله. والله تعالى قادر سبحانه وتعالى أنه يبعدك على هذه المشكلة هذه. لكن إذا أطلقت العنان لهواك ولنفسك، لا تريد أن تغير حالتك، ستبقى كذلك ويستمر بك الأمر، وقد يتفاقم ويستفحل الداء، وعندما تريد العلاج وتريد الدواء تجد صعوبة وتجد عقبات. فلهذا الإنسان يجب عليه أن يوطن نفسه على الحق، وأن يقبل الحق ممن يقدم له النصائح التي تقدم، يجب علينا أن نتقبلها وأن نستمع إليها باهتمام، وأن نوليها الأهمية التي تستحق، نعطيها الأهمية لهذه الأمور، ما نعتبروش أنها أمور عادية، إنما هذه أمور مهمة جدا لا بد أن نهتم بها. هذه القضية التي نتكلم عنها. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبأحاديث الرسول الصادق الأمين، وأجرني وإياكم من عذابه المهين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء، وهذه الآية تؤسس لعلاقة زوجية متينة وعلاقة أسرية قوية، لا يمكن للشقاق أن يتصرب إليها. شنو هي هذه الآية؟ يقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. ومن المعروف أن زوجتك إذا كلمتك وأنت منشغل بهذا الجهاز، يجب على الأقل أن تضعه على الأرض أو على الطاولة وتستمع إليها وتنظر إليها، وتحاول جهد المستطاع أن تستوعب ما تقوله لك. راه كيشوف فيها، ولكن راه عقله مع داكشي اللي كيشوف، اللي كيسمع، وكان ما كيسمع والو، وفي الأخير ما كتكون حتى شي نتيجة. هذه القضية هذه راه خطيرة، قلناها في الأول، وقلنا بأن هذا مرض لابد
أن نبحث عن العلاج، لأن في المعاشرة الزوجية بالمعروف فيها بزاف ديال الأمور، النفقة وكلمة طيبة والابتسامة والكلام الذي يفرح ولا يحزن والذي يعالج ولا يمرض، وكذلك الاهتمام بالحوار داخل البيت. العلماء تكلموا على هذه القضية ديال الحوار، أنه أصبح مفقود في حياة المسلمين إلا من رحم الله. حوار داخل، وخصوصا عندما ظهرت هذه الأجهزة. كان واحد وقت التلفزيون المسلسلات، دابا ولينا مع الأجهزة الإلكترونية، هالأيباد، هالتابليت، والمواقع، هذا مع الفيسبوك، وهذا مع كل واحد ما أمن، كل واحد ما في عالمه. هذا عندما يصبح فيه إدمان يصبح مرضا، ولذلك وجب علينا أن نحاول جهد المستطاع أن نخرج من هذه المشكلة وأن نتخلص منها وأن نجد لها علاجا من عندنا نحن. أنا قلت ما كاينش شي واحد اللي غادي يعالجها، ما غاديش يسدوا عليه بشي حبس، طرقوا عليه وسدوا عليه وحيدوا له كل شيء وخلوه واحد 3 شهور 4 شهور حتى يتربى ويلقى راسو ما بقاش كيفكر لا فعال. يمكن ممكن، ولكن هذا ما يمكنش يدار، لا يمكن أن يفعل هذا. فالإنسان يجب عليه هو أن ينتصر على نفسه. مازال كنتذكر واحد القول نختم بها إن شاء الله، قال واحد العالم من العلماء، قال لك المدمن على التدخين، هذا كله إدمان، التليفون هذا فيه هذا إدمان، والسيئات شحال من واحد تيصيفط في التليفون اش كيصيفط؟ توافه، يصيفط امرأة عارية ولا يصيفط لقطة مخلة بالآداب ولا يضحك عاجبو، والاخر عاوتاني تتوصل بداك الشيء وعاجبو حالو، والناس الدنيا عندهم هانية، الأمور هانية. وكم من امرأة ضبطت زوجها وهو يتصل ب كما ما تعلمونه بلا ما نذكره، وكم من امرأة ضبطت زوجها وهو ينظر إلى أمور مخلة بالأدب ومخلة بالأخلاق. والعكس أيضا، راه ماشي كل شيء الرجال فاسدين وماشي النساء كلهم فاسدات، كاين الناس اللي هما فاسدين في اخلاقهم وفاسدين في افكارهم، ولكن ليس الكل، احنا لا نعمم على الناس، لكن هناك هذا النوع اللي كنتكلموا عليه راه موجود، راه ما كنخرجوش من راسنا نقول هذا الشيء راه موجود. طيب هذا العالم ماذا قال؟ تكلم على السيجاره، قال لك انسان تيوزن 70 كيلو، شخص يزن 70 كيلو واعطاه الله العقل باش يميز وكيعرف ما هو الخبيث وما هو الطيب، ما يضره وما ينفعه، ما يصلح له وما لا يصلح، تيعرفوا اعطاه الله العقل، كلنا كنعرفوا هذا الشيء. قال لك ولا يستطيع ان ينتصر على سيجاره وزنها 20 غرام 5 الغرام، هو 70 كيلو تيوزن والسيجاره الطول ديالها 5 سنتيمتر ولا 6 سنتيمتر والوزن ديالها لا يتجاوز 5 ديال الغرام. هذا الجسم وهذا العقل لم يستطيع ان ينتصر على هذه السيجاره. وكلام جميل، وقالها برنارد شو، يعني قال لك لو اراد الله للانسان، وهذا ماشي موضوعي، لو اراد الله للانسان ان يدخن لجعل له انفه في ام راسه حتى يكون بمثابه مخرج للدخان، شيميني. نعم كل حاجة أعطى الله المخرج ديالها. ودينا منين كنسمعوا الفم، منين كناكلوا ونشربوا ونتكلموا، كل النفايات هناك مكان للنفايات كما تعلمون، كل حاجة. لكن هذاك ما دارلوش الله المخرج ديالو، الدخان ما عندوش مخرج، السيارة عندها الشقمة، صنعوا السيارة داروا لم يخرج الدخان، الطائرة كذلك، القطار كذلك، الإنسان خلق الله ما دارلوش من يخرج الدخان، بمعنى أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك. فلم يستطيع بوزنه وبفكره وبعقله أن ينتصر على هذه السيجارة. كذلك الهاتف، شحال تيوزن هذا الهاتف؟ شحال كيوزن؟ كيوزن 20 100 غرام 200 غرام، شحال عندك أنت في الوزن ديالك وأنا معك والطول ديالك، وأعطاك الله عقل، لا تستطيع أن تتحكم وأن تنتصر. على الأقل داخل البيت عندما تكون مع الأسرة انضبط، قول سيدي واحد اللحظة ديال الحوار، الابناء نسولوهم شنو كديروا في الدراسه ديالهم، نراجعهم اذا كان ممكن، على الاقل تسولوا على حالهم كيف احوالك كيفاش كتمشى الامور، هذا حوار مهم داخل البيت.
وأعجبني أحد الإخوة في المغرب، كنت معه ذات مرة في البيت، فقال لي أنا أعقد جلسات داخل البيت مع الأسرة ومع الإخوان، مرة مع العائلة ديالو مع الأسرة ديالو، ومرة مع الإخوان مع الأصدقاء ديالو، كيديروا جلسات قرأوا القرآن ولا يتعشاو ولا يديروا شي حفلة مع بعضياتهم. فيشترط عليهم عند الدخول، ملي كيدخل الدار كيحيد صباطو، أول ما كيشترط عليه تيقول له الله يجزيك بخير طفي التليفون، دير راسك داخل الجامع طفي التليفون. حنا غنجلسوا دابا ما كاينش الهاتف، سد التليفون. إذا كان شي واحد عنده شي اتصالات شي طبيب ولا شي حاجة خلي التليفون ديالو نهار باش يعيطوا له لشي مشكلة وشي قضية يجاوب، لكن أننا نجبدوا التليفون ونبقاو داخل البيت، حنا أصدقاء مجموعين، خص كل واحد يتكلم مع الآخر وكل واحد يشوف الآخر وكل واحد يتصنت الآخر، لا كل واحد قاب التليفونه وكنبقاو حتى في القهاوي. ملي كنجلسوا في القهاوي وفي الريستورات كنديروا هذا الشيء. هاد القضية خصنا لابد لنا، لما كنكونوا أربعة ديال الإخوان جالسين يشربوا القهوة ولا ياكلوا ولا شي حاجة، علاش جالسين؟ كيقول لك أجي نتعاودوا شوية ونتشوفوا، يا مزيان جميل، ولكن حنا ماشي جايين باش نديروا واحد جلسة هاتفية، حنا جايين نديروا جلسة حبية مع بعضياتنا. إذا الهاتف سد، عاد إلا كانت مكالمة صنع عليك شي حد شي حاجة مهمة جاوب، ولكن أنك تتفرج في اليوتيوب وأنت جالس معاه كتعشى معاه ولا كتشرب معاه القهوة ولا شيء وكتتفرج في اليوتيوب، إذا هذه الجلسة ما عندها حتى شي قيمة، هذه جلسة ديال الكذوب. حنا جايين باش ندوزوا جلسة هاتفية ماشي جلسة حبية. وهناك القضايا الكثيرة التي يمكن أن نذكرها والمساوئ الكثيرة، ولكن الوقت لا يسمح، فإن شاء الله نسأل الله تعالى أن يجعل هذه النصيحة نافعة لنا جميعا. اللهم اجعل هذه النصيحة نافعة لنا جميعا رجالا ونساء، واجعلنا يا رب ممن يلتزمون بهذه النصائح ويطبقونها ويعملون بها. سألك يا ربنا أن توفقنا لما تحب وترضاه، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع المبارك المرحومة، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. هناك امرأة تطلب الدعاء لابنها وتطلب من الجماعة في الصلاة ديالكم إن شاء الله دعيوا لها مع الولد ديالها إن شاء الله تعالى، لأنه ربما عنده شي شوية الانحراف شوية الدخان شوية ديال هذا، مخالطة مع بعض الشباب اللي ربما عندهم انحرافات، نسأل الله تعالى أن يهديهم جميعا، نسأل الله تعالى أن يشفي هذا الابن وأن يرده إلى الصواب وأن يجعله صالحا وأن يفرح أمه وأسرته بصلاحه، ونسأل الله تعالى لأبنائنا جميعا أن يكونوا من الصالحين. اللهم أصلح أبناءنا وأصلحنا وأصلح نساءنا وأصلح مجتمعاتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين يعبدونك ويوحدونك ولا يشركون بك شيئا، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.